حمام نمرة 6. بتفوت يصلحها مصطفى عبده. حلوة خطير. شوف الخطيب برجله اليمين هو الجول 2-2 وماشي فتحي هيرفع ورفع ومحمود الخطيب ويطلعها. برافو حمامه، برافو حمامه. لو ما لعبش الكوره دي كان الخطيب لعبها في الجول. بتلعبها على طول والخطيب وعلى الارض الجول. جمال عبد الحميد الجول الثالث. جمال عبد الحميد الجول الثالث. 3-2 3-2. مصطفى عبده معاه محسن صالح ومختار. محسن صالح لحمدي جمعه لمصطفى عبده. ايه اللي هيرفع؟ رفع حلوه بدماغه تروح لحمدي جمعه تاني لمصطفى يونس. مصطفى بيرقص للخطيب وهيشوط. يا برافو محمود الخطيب. جول. الجول الاولاني للنادي الاهلي. برافو برافو محمود الخطيب. اليمين على الشمال فاروق فوزي ما يشوفهاش. والخطيب لجمال عبد الحميد يصلح بدماغه ويشوف جمال عبد الحميد. ياسر جول جول. شوطه جميله وجول جميل من جمال عبد الحميد في المقص بالظبط. فوزي بجدارة علاء ميهوب. علاء ميهوب هو الجول. هو الجول. الجول الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 44 من الشوط الثاني. بكده أقدر أقول على الدقيقة اللي باقية زائد الوقت الضايع إن في وقت إضافي مدته نص ساعة على شوطين. مجدي عبد الغني توصل لمختار. مختار ماشي تتلعب لزكريا راس برجل من جدة. جول. الجول الاول للنادي الاهلي. جول. الجول الاول للنادي الاهلي. لعبة امامية بيجري بيها بسرعة بيستنى وبيمشي ولعبة عالية حط جول. جول. يا سلام. الجول الثالث للنادي الاهلي. أجوال جميلة جدا مش قادر يصدق من الفرحة وبيجري بره الملعب. للنادي الأهلي من ناحية اليمين حكم ادى ضربة مرمى ورجع استشار المساعد بتاعه فادى له ضربة ركنية. لعب عالية على احمد رجب. يا رجب احمد صلاح عبده. جول النادي الاهلي. جول الفوز. 1-0 مصطفى عبده بيعدي وبيمشي وبيجيب الجول الاول. 1-0 يمكن اغلى جول. مصطفى عبده بيجيب جول النادي الاهلي في وقت قاتل. وقت قاتل من المباراه. مجدي عبد الغني
والحيطة وطاهر وكرة حلوة. قول يا خضر أبيض يا سيل يا طاهر. مش ممكن مش ممكن والله. جنب الناس هنا بيقولوا جول. قنبلة على شمال على شمال على شمال. محمد فتحي حط ايده جول وطالع بره المدرجات. يا خبر ابيض طاهر ابو زيد مارادونا، او احنا بنقول سموه في مجله الأونز مارادونا النيل. والحقيقه قنبله زي ما بقول لكم يا طاهر، الثمان دقايق دول هنشوف فيهم حاجه. وطاهر ابو زيد على طول يجيب جول النادي الاهلي. واحد لا شيء لاستاذ الهدف الثاني للاهلي. وايمن المنصور راجع، واسماعيل وعفت نصار ونبيل وطاهر. اصبحت الفاولات في الحته دي زي البينالتي. وطاهر وبيشوط كوره حلوه وطاهر جول. جول مش ممكن مش ممكن. الوقت القاتل الوقت القاتل. طاهر ابو زيد يعيد اكتشاف نفسه ويحقق المكسب للنادي الاهلي في مشهد دراماتيكي غريب. لسه بقول لحضراتكم ان في مرحله المطبات الصعبه. طاهر ابو زيد وكاس مصر. طاهر ابو زيد بيرفع كاس مصر رقم 27. ابو فينيكس بيلعبها بيطلع على طول ورضا. جول رضا عبد العال. كفاح كبير جدا النادي الجمهوريه بشبين. هنشوف الكوره مره ثانيه. رضا عبد العال على صدره شوطه جامده اهو ومشى واتشد اهو زي ما حضراتكم شايفين من احمد جمعه. شده لا ارادي واخد الاذن ودخل هدي واحرز الهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراه في الدقيقه 44. عشان تشوفوا حضراتكم اعلام النادي الاهلي ترتفع ويتقدم النادي الاهلي في 2-1 في الدقيقه 44 من الشوط الثاني. ضربه حره مباشره هيلعبها ابو الدهب. ابو الدهب ضربه حره غير مباشره وعاليه وهوبا يا جول جول هو جول. الله 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 حتى قدم الثاني كره سمير كمونة. سمير كمونة في الوقت القاتل في دقيقة 44 من الشوط الثاني من إحدى كرات عابرات القارات يلمسها سمير كمونة وهي في الهواء بدماغه تسقط من فوق هشام التاجر جوه الجون. الجون الأول للنادي الأهلي يحرزه سمير كمونة في دقيقة 44 من الشوط الثاني من إحدى كرات عابرات القارات. وياسر بيلعبها على الأرض أمامية عند سيد عبد الحفيظ ويلم سيد لعلي ماهر ويلعبها لحسام والجول المية والجول المية. يا الجول ده يا رجع تاني للعمارة نبيلها الكرة بالعرض عند علي ماهر وجوه الجول الجول علي ماهر المنقذ هو محمد عمارة جوه الجول. ورضا عبد العال بينقلها لفيليكس وفيليكس بدماغه بيحطها جوه الجول. فيليكس بيجيب هدف للنادي الاهلي في الدقيقة 43. النادي الاهلي في الفترة اللي ظن فيها ان الوقت خلص بدأ يهدي لعبه، خطف محمود صبحي هدف التعادل. وادي كورة وسيد عبد الحفيظ وهدف 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 الثالث. بقول لكم الثلاث دقايق ديت ممكن يحصل فيها أي حاجة من الفرقتين، وعملها السيد عبد الحفيظ في الوقت اللي استرخى فيه غزل المحلب اللي ظن ان المباراة خلصت. وفي الدقيقة الثانية من الوقت البدني الضائع فلافيو وادي التمريرة الحرارية فلافيو ممكن. الله 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 عماد متعب 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 لعيب 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 بمهارة الفنانين وروعة المبدعين وجمال طويلة. لعبة الحضر الثواني الأخيرة فلافيو قبل يونس. عبد الحميد حسن خطرة متعب اوبا جوه جول عماد متعب. عماد متعب انتظر طويلا
كي يلقي بأول أهداف المباراة في هذا اللقاء. فرحة كبيرة لجماهير النادي الأهلي، هدف قاتل في الوقت البدل الضايع عماد متعب. يا كرة اتلعبت حلوة حلوة حلوة، يا يا عالكرة، يا اتردت لابو تريكا وايه برجله الشمال وهاتها من الشبكة يا احمد جواشي. كرة حلوة واتردت، شوف شوف لعبها له ازاي وحلوة، يا من قرب ابرة فلافيو ابو تريكا وقرب ابرة جوه الجول. يلعب واحدة طويلة خطيرة وهوبا واللمة عماد متعب، وهي واللمة وعلى شماله والعرضية وهوبا والهدف. الله 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 يا ابو تريكا، تنفست الصعداء، ما تزعلش يا عبد المنصف، تنفست الصعداء يا ابو تريكا. حلوه 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 حلوه، يا نهار ابيض على المباراه، اتجننوا الدنيا كلها اتجننت. والرابع اهو واللمه اهي هوبا، والرابع والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني. افتح الرابع يا ابني، افتح الرابع يا سمسم، افتح يا سمسم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش معقول يا اهلاويه، مش معقول يا اهلاويه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. مليون مبروك للنادي الاهلي الفوز بهذه الكاس. او اللاعب ايوب سكوما كيستعد، هذه محاوله لفائده نادي الاهلي، محاوله لفائده نادي الاهلي، هدف هدف قاتل لنادي الاهلي، هدف قاتل. كره كان كيتم ببطء كبير وما ضعفت الجهود من اجل هذا الاتجاه، نظن بانه هدف ربما قاتل. مازال داخل منطقة العمليات الرأسية والحارس خضيرية، وتعديل النتيجة في هذه الأثناء من طريق النادي الأهلي، يتمكن من التعديل في الوقت البدل الضائع من المباراة. عماد متعب أعتقد أنه هو من متابعة هذه الكرة. اصبت بقى اصبت بقى اصبت بقى، والهدف والهدف يا عماد يا متعب يا عماد يا متعب، والهدف. الله 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 اكبر. والعرضيه والهدف والهدف. الله 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 يا عماد يا متعب يا عماد يا متعب يا اسد يا عماد يا ابن المتعب.
حلوه 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 في مستهل الشوط الثاني. كره عرضيه في المرمى سجل سجل الاهلي على يد الراسيه. اتفاجئ الحارس المغربي الاهلي سجل التقدم للاهلي. الاهلي يقول الكلمه الفعليه في التوهج الكلمه الفعليه في الاستثناء. الاهلي يتقدم 1-0 هدف الاسبقيه للمارد الاهلاوي. الاهلي الان يتقدم 1-0 أسبقية هي مولد للآمال والأحلام. أسبقية الأهلي على أثر ضربة راسية مباغتة. الأهلي سجل عن طريق المدافع رامي ربيعة. شوف الإعادة مرة أخرى راسية ربيعة. اتفاجأ الحارس سهيل عروبي. الأهلي يتحدى. شوف ولادك والجنود شوف كتيبك شوف جنودك والحشود شوف آيات النصر في كل العهود شوف وسجل بيها أمجاد الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. شوف جنودك والحشود شوف آيات النصر في كل العهود شوف وسجل بيها أمجاد الخطوط. انت دايما انت دايما انت دايما 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 بالأمان. كل نعمة في رحابك عندنا دي بشير وإرادة ربنا شيوخك اكتسبت مجدنا وريت شبابك احنا فرصنا باسمنا. انت دايما انت دايما انت دايما 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 بالأمان. بيلعبها برجله الشمال وتعدي وترجع المشوط. جول 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 الاول لنادي كوكوكو. وينط ماهر همام لربيع ياسين لطاهر ابو زيد لمختار براس مختار وماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب براس وراس مرتين ويجيب جول. يا جول 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 التعادل للخطيب. جول التعادل للخطيب. يا سلام الخطيب نجم مصر ونجم هجوم النادي الاهلي يمول من كره مختار ويرقص واحد واثنين وينفرد بجول ويحطها عرضيه على يمين على يمين جوزيف كار ويجيب جول التعادل. اصبح النتيجة التعادل 1-1 وكأس أفريقيا مع أبطال مصر وأبطال النادي الأهلي والسلام الجمهوري لمصر. مصطفى عبده برجله الشمال ومجد عبد الغني جول 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 خبولة مجدي عبد الغني قنبلة مجدي عبد الغني 25 سنة مجدي عبد الغني والسانس أداب مجدي عبد الغني. يا سلام يا مجدي طالع ايه وهز ايه وحلاوة ايه جوه جول قنبلة مجدي عبد الغني. انما جول حلو حلو حلو. كورنر مصطفى عبده لسه بقول لحضراتكم خطيب مجدي عبد الغني جول 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 عبد الغني عالطاير بيجيب الجول الاولاني في الدقيقه 29. شوطه حلوه هنشوفها تاني الخطيب سبقاله وهوبا جول 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 جول. يا مجدي واحده كمان والله. يا سلام حلوه اتقطعت علاء للخطيب الجول الثاني الجول الثاني ده كان يا نازل. 10 دقايق والنتيجه لا تزال 0-0. شاطت جول جول طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد طاهر
ابو زيد قنبله قعد الجول على ركبه ودخل الجول الاولاني بعد 10 دقايق على طول علاء ميهوب حلوه لمصطفى عبده جميله وبالعرض هو الجول الثاني الجول الثاني ساهر ابو زيد ساهر ابو زيد الاسد مجدي حط الجول الثالث الجول الثالث مجدي عبد الغني حسام حسن وبيلعب كرة العرضية وبيحطها بجوله بيحطها بجوله الثالث الثالث يغلط ويحط الجول الأول الثالث يغلط ويحط كرة حسام حسن العرضية على شمال يور وطاهر أبو زيد لعبها سيارة الحمدي حمد أبو راضي لطاهر أبو زيد وبيلعبها بالعرض إنما بيطلع وتلعب عبد الجليل عبد الجليل وعبد الجليل بص شوف عبد الجليل اللعبة اللي فاتت وتتخطف وأمامية وفي راية وصفارة وضربة حرة غير مباشرة إن شاء الله يوم الأحد القادم في استاد القاهرة مباراة اعتزال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن ربيع ياسين وتتخطف وماشي وماشي وبالعرض عبد الجليل وتتخطف وتاني اسامه اسامه وفي بينالتي في بينالتي حيبان وعادل عبد الرحمن وجول 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 يا عادل عبد الرحمن بيجيب اول جول للنادي الاهلي النهارده واول اهداف المباراه في ملعب المنطقه وهي الميمه الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني حلوه في الشمال بيبو يلا بيبو انفراد والتالت خالد بيبو خالد بيبو يومك يا عريس يومك يا عريس يومك يا اهلي يومك يا بيبو يومك يا مصر طويلا لكن ماركو متيمبو وخالد بيبو عملها خالد بيبو هي تتجه نحو اقدام وراس خالد بيبو وخالد بيبو لعب حلو قوي وحسام غالي يا سلام يا سلام يا حسام يا غالي يا سلام على تصحيح الاوضاع عملها نموذجيه ندي تعليمات منوس جول جول جميل جميل مش ممكن عصام الحضر وسابوها لعصام وعصام لعبها لان الراجل كان متقدم تخبط في العارضه وتخبط في جسم مريم بلوي حتى المتالق رضا شحاته رضا شحاته وعملها حلوه لبرنس سعيد والكره العرضيه بتعدي يلا حط هوبا سيد عبد الحفيظ يكمل الرباعيه ويكون ليه نصيب في الكعكه حط الحسام حط الحسام دخل جوه دخل جوه دخل جوه وادي التسديد الله 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 يا بركات في مستوى الشوط الثاني كرة عرضية في المرمى يسجل يسجل الاهلي على هذه الراسية اتفاجأ الحارس المغربي الاهلي يسجل التقدم للاهلي الاهلي يقول الكلمة الفعلية في التوهج الكلمة الفعلية في الاستثناء الاهلي يتقدم 1-0 هدف الاسبقيه للمارد الاهلاوي الاهلي الان
يتقدم 1-0. أسبكية هي مولد للآمال والأحلام. أسبكية الأهلي على أثر ضربة راسية مباغتة. الأهلي سجل عن طريق المدافع رامي ربيعة. شوف الإعادة مرة أخرى، راسية ربيعة تفاجأ الحارس سهيل عروبي. الأهلي يتحدى على حسبي ودار قلبي يا ابويا، راح اقول للزين سلامات 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 سلامات. على حسبي ودار قلبي يا ابويا، ضيعت عليه العمر يا ابويا، ده انا ليا معاه حكايات 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 حكايات. على حسبي ودات قلبي يا ابوي، على حسبي ودات قلبي يا ابوي، على حسبي ودات قلبي يا ابوي، راح اقول للزين سلامات. على حسبي ودات قلبي يا ابوي، راح اقول للزين سلامات. ضيعت عليه العمر يا ابوي، انا ليا معاه سلم بالمكتوب، ولا حرضة أبد مغلوب، وحقول للدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب، ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة، ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة، وحننزل ثوب الفرحة يا ابويا، وأقول يا حبيبي سلامات 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 سلامات. على حسب